أكرم، مرحبا بك في دارك. أولا هنيئا لك التحاقك بعميد الأندية الجزائرية مولودية الجزائر، كل شيء مبروك. الحمد لله، أنا فخورة بالانضمام نادي مولودية الجزائر. إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع إن شاء الله، وإن شاء الله المنتخب الوطني يكون بوابة لي إن شاء الله والاحترام إن شاء الله. أولا أكرم، كيفاش كانت المفاوضات مع رئيس محمد حكيم حجر جم؟ المفاوضات مع الرئيس حجر جم جراو في الأونة الأخيرة، الحمد لله جراو بسرعة مع المناجر تاعي، وشغل قدرنا نتفاهموا في أقرب وقت ونسيني إن شاء الله. تشكيلة ربما واجهتها أكثر من مرة، تشكيلة مدير الجزائر دعمت تغيرت نوعا ما، هل هناك لاعبين تعرفهم؟ واش تحكي لنا على التشكيلة اللي كانت توجد الموسم الماضي بالبطولة؟ بالطبع كاين لي جوا اللي نعرفهم، كاين لي جوا اللي بروش ليا مقربين ليا، شغل لا بليبار نعرفهم، تسمى راه تجيني شغل حاجة سهلة إن شاء الله باش ندخل في الجروب إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. فيما يخص في الأخير كلمة للأنصار ربما اللي راهم يتسناو منك كثير أكرم. الأنصار إن شاء الله يقفوا معنا هذا العام، وإن شاء الله نحقوا الألقاب إن شاء الله، يا إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم إن شاء الله، وإن شاء الله نفرحهم إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق. إن شاء الله. آمين. ربي يوفق إن شاء الله. مرسي بوك. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.